بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الاوبتيك نيورايتس اللي هي الانفلاميشن اوف ذا اوبتيك نيرف. وات ذا اوبتيك نيرف؟ الاوبتيك نيرف هو الافرنت نيرف اللي بيوصل الاي بالبرين. هو الافرنت سواء للفيجن، يعني هو اللي بيوصل اشاره الفيجن للبرين، او للبيوبيلاري لايت ريفلكس، يعني هو الافرنت للفيجن لما وي ار لوكينج فور سمثينج اللي بيوصل للبرين انا شايفه ايه قدامي، هو الاوبتيك نيرف. كمان هو الافرنت للبيبيلاري لايت ريفلكس. وات از ذا بيبيلاري لايت ريفلكس؟ اللي هو البيوبل which is the opening in the center of the iris، اللي هي الاوبننج اللي في center of the iris، اللي هي الويندو اللي بيدخل منه اللايت للاي. السايز اوف ذا بيوبل بيتغير مع تغير الانتنسيتي اوف لايت، يعني if the eye is exposed to high light intensity البيوبل بتضيق او جيت نارور، او اللي بنقول عليه مايوزس، علشان to control the amount of light entering the eye، علشان to control ما يدخلش much amount of light inside the eye تعمل damage مثلا للفوتو ريسبتورز of the retina. على العكس if we are in dim light or dark area the pupil bit widen or what we call it mydriasis، علشان to enter much amount or more amount of light inside the eye عشان تساعد الفيجن. اللي change في size of the pupil ده ان هي تضيق او يحصلها ميوزس في الهايلايت انتنسيتي، وت وايدن او يحصلها مدرييزس لو اللايت انتنسيتي قليله، ده البيبيلر لايت ريفلكس. الافرنت اوف ذيس بيبيلر لايت ريفلكس از ذا اوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف زي ما احنا شايفين هاز تو بارتس، بدايته في الاي وهي الاوبتيك ديسك او اللي بنقول عليها اوبتيك نيرف هيد او البابيلا، وجزء ورا العين اللي هو الريترو بالبر بارت. الاوبتيك ديسك لما بنفحص الاي، لما بنبص على الفندس او على الريتنا بالاوفثالموسكوب او بالمنظار، بيبان لنا الاوبتيك ديسك ذيس رينج في الميديال بارت اوف ذا فندس او في النيزل بارت توورد ذا نوز، اللي احنا بنقول الميديال اور النيزل سايد. الجزء الريترو بالبر طبعا ما بقدرش اشوفه وانا جاست اكزامينينج الفندس. طيب الاوبتيك ديسك بيبقى ده الابييرنس بتاعه. السنترال بارت اوف ذا اوبتيك ديسك هو جزء هولو او الهول او الجزء السبيس بتوين ذا فايبرز. احنا قلنا ان الاوبتيك نيرف بيكاري الامبرس فروم ذا هول ريتنا. الفايبرز بتجو باكوردز ثرو ذا اوبتيك نيرف تو ذا برين. بتوين ذا فايبرز ذير از ا سنترال امتي بارت اور ذا كاب. السنترال بيلر بارت اوف ذا اوبتيك نيرف، ذيس بارت is the area where the retinal arteries enter to the retina and the retinal veins leave the retina. This cup normally size أو الratio of the cup to the whole disc، الratio ما بين الكب وما بين الديسك كله، الكب nearly 0.3 from the disc، مساحة الكب nearly 0.3 from the disc. احنا قلنا ان هو space اللي between the fibers. طيب طبيعي if the fibers are edematous هتقرب من بعضها، so this cup get narrower، مساحة الكب دي هتصغر، فنقول عليه filling of the cup. على العكس if the fibers حصل فيها thinning أو atrophy، المسافة اللي between the fibers هتوسع فالكب هيكبر، فهيبقى الكب للديسك ريشيو، مساحة الكب بالنسبة للديسك هتبقى أكتر من 0.3. فده in general شكل الكب أو بداية الأوبتيك نيرف inside أو the anterior part of the optic nerve inside the eye. The optic neuritis أو هو the inflammation of the optic nerve هن classify the optic neuritis according to its sign. هل هي في الجزء ال anterior يعني في الديسك أو في البابيلا هنقول عليها babyllitis with the always acute، أو في ال part اللي behind the eye أو retro bulbar part هتبقى retro bulbar optic neuritis with either acute or chronic. We will start by discussing what are the causes of optic neuritis. إيه اللي يخلي patient يحصل له optic neuritis. To simplify we will هنمسك ال causes from up going downward starting from the CNS. From the commonest causes in CNS، من أشهر الأسباب اللي تعمل optic neuritis في CNS ال DS أو demyelinating disorder، اللي هو autoimmune disease causing degeneration of myelin sheaths around nerves، وطبعا بيأتاك الاوبتيك نيرف من ضمن النيرفز اوف ذا بادي، ف
ده من most common causes especially في اليونج والميدل ايج، من most common causes of optic neuritis. ننزل بعد السي ان اس واحنا نازلين towards eye، هيبقى اللوكال الحاجات اللي around the optic nerve، اي inflammation nearby the optic nerve ممكن يحصل له extension للـ optic nerve، زي مثلا uveitis او inflammation في النيزال sinuses في البونز around the optic nerve. بعد اللوكال كوزس ننزل للسيستميك كوزس، بادي كوزس، سيستميك كوزس لايك انفكشنز. الموست كومن انفكشن اتاكينج نيرفز الهيربس زوستر، معروف ان هو نيوروتروفيك نيرف فيروس اتاكينج يوجوالي النيرفز. اولسو الميتابوليك ديس اوردرز لايك دايابيتس، الدايابيتس بتعمل بولي نيوروباثي، ومن النيرفز اللي ممكن الدايابيتس تأفكت especially in uncontrolled diabetes الاوبتيك نيرف that cause optic neuritis. And lastly toxins، وهنتكلم عن toxins in details in chronic retrobulbar optic neuritis. So going from up downward CNS, then going down local causes and then systemic causes including whether infection, metabolic or toxins. First regarding the papillitis or the inflammation of the anterior part of the optic nerve. The clinical picture to simplify, we will comment on four main points. The vision, visual acuity, then we will examine the pupil, and then going backward to examine the fundus of the patient, and lastly, the visual field, المجال الرؤية of the patient. يعني في كل type من الoptic neuritis هنكومنت mainly على four points tool to simplify the clinical picture. الأول هفحص the vision of the patient. وبعد كده البيوبل، اشوف البيوبيلر ريفلكس اخباره ايه، then ادخل ورا افحص الفاندس بالمنظار بالاوفثالموسكوب، and lastly examine الفيلد مجال الرؤيه اخباره ايه، field of vision of the patient. First في البابيلايتس regarding the vision البيشنت، طبعا احنا قلنا ان الاوبتيك نيرف هو الافرنت اوف فيجن، البيشنت الاوبتيك نيرف في نيورايتس، so there is marked diminution of vision. فالبيشنت هيجي يشتكي من sudden marked diminution of vision. Usually unilateral لأن النيورايتس usually unilateral أو even if bilateral start in one eye but usually unilateral. Even if bilateral from systemic causes. So sudden marked diminution of vision. يا دكتور أنا فجأة لقيتني مش شايف بعيني. أنا كنت كويس امبارح فجأة لقيت النظر فجأة ضعف في عيني دي. So this is regarding visual acuity. And then we will examine the pupil. احنا قلنا ان الاوبتيك نيرف هو الافرنت او بيبيلاري لايت ريفلكس. We will find normally اما احط اللايت على الاي there is meiosis or narrowing of the pupil. هنا الاوبتيك نيرف او الافرنت افكتد، فنلاقي نحط اللايت على الاي there is sluggish meiosis. البيوبل تضيق sluggish ببطء. And also the optic nerve is diseased so cannot continue to carry impulse. فعلشان كده مش قادر يتحمل يشيل الامبلس، so there is rapid midriasis. So البيبيلا لايت ريفلكس هيبقى فيه sluggish meiosis تضيق ببطء and rapid midriasis توسع even if the light is still on the eye. We call this reflex unsustained pupillary light reflex. يعني pupillary light reflex مش ثابت. Also when we expose one eye to light normally لما احط اللايت قدام عين واحده بيحصل ميوزس ان بوث ايز، يعني الافرنت لو انا حاطه اللايت فور اكزامبل ان فرونت اوف ذا رايت اي، الافرنت هنا الاوبتيك نيرف اوف ذا رايت اي هو اللي شايل الامبلس، بات ذا افرنت از ذا اوكيلوموتر تو بوث ايز، يعني الميوزس او الامبلس الافرنت هترجع للبوث ايز، لما احط اللايت ان فرونت اوف وان اي بوث ايز ويل بي ميوزس. When I put the light in front of the right eye, meiosis of the right eye will occur and it is called direct pupillary light reflex. طب والميوزس اللي في الاذر اي وانا مش حاطه عليها اللايت؟ This is called consensual light reflex, pupillary light reflex. هنا when for example if the right eye having papillitis, when I put the light in front of the right eye, as we said, there is a sluggish meiosis and rapid midriasis, unsustained pupillary light reflex. But if I put the light in front of the left eye, يعني أنا حاطة دلوقتي light in front of the left eye, which is the sound or the normal eye, no neuritis.
ايه اللي هيحصل؟ هيحصل bilateral meiosis in the left and also in the right eye normal. So the right eye لما انا حطيت اللايت قدامها كان في sluggish meiosis and rapid midriasis، بس لما لان الافرنت هنا affected. لكن لما حطيت اللايت in front of the left eye اللي فيها الافرنت سليم اللي هو الاوبتيك نيرف، حصل normal meiosis في الرايت اي. So the right eye now which is the diseased eye having affected direct pupil light reflex but normal consensual light reflex. What we call Marcus gum pupil which is normal which is affected. Marcus gum pupil means affected direct pupillary light reflex with normal consensual pupillary light reflex. يبقى كده علقنا على الفيجوال اكيتي. Then the pupil قلنا pupil of the patient having unsustained pupillary light reflex and Marcus gum pupil. هنتنقل للبوينت اللي بعد كده اللي هي الفندس. هفحص الفندس او الريتنا of the patient by ophthalmoscope. We will find signs of inflammation زي اي signs of inflammation. هنلاقي الديسك as we see not like the normal picture. الديسك is hyperemic. الايدجز ما اقدرش ادرو بقت blurred edge. ما عادتش الايدج اللي اقدر ارسمها draw it. Not sharp edge, it's blurred edge due to edema. There is edema, hyperemia, blurring of the edge, and also like any inflammation, there is congested retinal vessels. Last point, هنعلق على الفيجوال فيلد. الفيجوال فيلد what about the مجال الرؤية بتاع البيشنت either by confrontation test or examining by automated perimetry. Automated perimetry, we will find area of the field the patient cannot see. جزء من مجال الرؤية بتاعه مش قادر يشوفه، وهنسمي الجزء اللي مش قادر يشوفه ده it's scotoma. هنا السكوتوما central. الجزء اللي مضلم هيبقى central. Why? لأن the first fibers affected by neuritis is the fibers coming from the center of the fundus or nearly the macular area. At the macular area. احنا قلنا ان الاوبتيك نيرف كاري امبلس فروم ذا هول ريتنا. سو هير ذير از سنترال سكوتوما بيكوز اوف افكشن اوف ذا سنترال فايبرز سبيشلي تو ريد اند جرين. اكتر كالرز بتتاثر هنا وبيبقى في كالر افكتد كالر ديسكريميشن. اول كالرز بيتاثر الفيجن بتاع البيشنت بالنسبه لها في حاله الاوبتيك نيرايتس هي ريد اند جرين. سو وي ويل كومنت ان بابيلايتس فيرست فيجوال اكيتي pupil, fundus, and lastly visual field. طيب هو نبتدي بقى في الانفلاميشن behind the eye. هنبتدي بالacute retrobulbar optic neuritis. هنا inflammation في retrobulbar part acute. برضو هنكومنت على الكلينيكال picture على four main points. بس to simplify الكلينيكال picture of acute retrobulbar optic neuritis nearly the same زي البابيلايتس. بس في تو مين ديفرنس. اول ديفرنس ان احنا هنا الانفلاميشن بيهايند ذا اي. طب لما اجي افحص الفندس الانتير بارت اوف ذا اوبتيك نيرف او الاوبتيك ديسك ويل بي نيرلي نورمال اكسبت بقى لو في ليت ستيجز بدا يبقى ستارتنج اتروفي هيبقى في ستارتنج بالف. بس ان ذا ايرلي ستيجز وين وي اكزامين ذا فندس وي ويل فايند نيرلي نورمال اوبتيك ديسك. مش زي البابيلايتس بقى في ايديما انفلاميشن ريدنس هايبريميا كونجستد. لا نيرلي توتالي نورمال. So the first difference on examination of the fundus. The second difference, here the inflammation is behind the eye. So in the area containing the extraocular muscles which move the eye. So this patient will complain from pain and ocular motility. يقول لك يا دكتور أنا بحاسس إن أنا وأنا بحرك عيني في ألم. So two main difference from papillitis. Fundus. Unlike papillitis, fundus is nearly seems to be normal. And pain and ocular motility. لأن الانفلاميشن في الاريا اللي فيها الاكسترا اوكلر ماسلز. طب نيجي نكومنت على الفور بوينتس هنلاقي first regarding visual acuity. الافرنت افكتد so also there is sudden marked unilateral diminution of vision. احنا قلنا دلوقتي patient normal. افحص الفندس الاقيها normal. طب اعرف منين بقى انه عنده retrobulbar optic neurosis by الفور بوينتس اللي هنعلق عليها. الاول قلنا الفيجن هنلاقيه افكتد ماركت ديمينيشن اوف فيجن سادن يونيلاترال ماركت ديمينيشن اوف فيجن.
نيجي للسكند بوينت examine the pupil. Like papillitis, I'll find unsustained papillary light reflex and also Marcus gum pupil. Then after the pupil, by examining the fundus, as we said, nearly normal fundus, except in the late stages if atrophy started, so we will find starting pallor in the optic nerve. And the last point to comment on visual field, we will find also central scotoma, especially to red and green. So, if I suspect a patient coming to your clinic and you suspecting complaining of sudden marked diminution of vision unilateral and you are suspecting retropapillary optic neuritis, what will confirm first examination of the pupil, أفحص البيوبل قبل ما أحط أي مدرياتك before any مدرياتك. Next, examination of the visual field, especially with automated perimetry. Third type, retropalpar optic neuritis. برضو inflammation في البارت behind the eye, بس chronic. وده المين كوز بتاعه التوكسينز. So we call it toxic amblyopia. Many toxins affecting the optic nerve like tobacco in smoking, ethyl alcohol in alcoholic drinks, and methyl alcohol, which is used in suicidal attacks, causing rapid damage of optic nerve and ganglion cell layer. Unlike papillitis and acute retrobulbar optic neuritis, chronic retrobulbar optic neuritis is gradual painless diminution of vision. So, papillitis and acute retrobulbar optic neuritis are from the causes of differential diagnosis of sudden marked diminution of vision. But regarding chronic retrobulbar optic neuritis is one of the causes of differential diagnosis or differential diagnosis of gradual painless diminution of vision. When we comment on the four points, starting from visual acuity, هنعلق برضو على الأربع نقط. Visual acuity هنا زي ما قلنا gradual painless diminution of vision بالبطيء. يا دكتور أنا حاسس إن أنا كل يوم نظري كل شوية نظري بيضعف أكتر من الأول. And also may complain of difficulty in near vision. الحاجات القريبة زي like presbyopia بس early presbyopia. Difficulty in near vision. Next after the after visual acuity. Regarding pupil, people affect early, no effect because it is gradual affection. Regarding the fundus, early also there is no signs because احنا قلنا ان هو في part behind the eye. So the anterior part or the disc, no signs in the early stages except if atrophy occurs late in the disease due to secondary optic atrophy. So there is a starting pallor in the optic disc. Lastly, regarding the visual field, مجال الرؤية هيبتدي starting scotoma but not only central but also centrocecal because the fibers in the area between the disc and the macular area start to be affected. So here the scotoma is not just central, it is centrocecal scotoma and also especially to red and green. How to treat a patient with optic neuritis? We have to start as early as possible treatment. لازم نبتدي العلاج to save the optic nerve before atrophy. And usually we start with a bolus dose of anti-inflammatory, especially steroids, and we start with a bolus dose of methylprednisolone, plus vitamin support for optic nerve, and the most important vitamin, or a nerve support vitamin, is vitamin B12, plus vasodilator to increase blood supply for nerve regeneration. And lastly, especially in toxic optic neuropathy or chronic retrobulbar optic neuritis, we have to search for the cause. In general, causes اللي احنا قلناها بتاعت optic neuritis, and also if there is a toxic cause to stop or to limit exposure to these causes. Thank you.